السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، سعيدة بلقياكم من جديد ومرحبا بكم في قناة عايدة للوصفات المغربية والعربية. فيديو جديد ان شاء الله مرحيم اليوم، وصفة جديدة غنقدم لكم فيها صلصة البيتزا او صلصة لبات العجائن، صلصة بالطماطم اللي ممكن نديروها في العديد من الاستعمالات. حقا كتجي رائعة وجميلة وتبقى عندكم معتمدة وموجودة في المجمد، ممكن الاحتفاظ بها مدة طويلة، وبالتالي كتغنيكم عن الانتظار كثيرا من اجل تحضير وصفات البيتزا او العجائن او اي وصفة كيدخل في التركيب ديالها صلصة. صلصة ديال اليوم غنحتاجو عندي هنايا 5 ديال مطيشات متوسطين، زولت لهم غير العلفة الخضراء، قطعتهم على 4، خليتهم هكا بقشورهم وبالسريعة ديالهم. جوج فلفلات كبار محيد لهم، زولي لهم النباتة ديالهم اللي الوسط بيضاء، ديك الزريعات كنخليهم بلا نباتة، كنخليهم غير القطع هكا ديال الفلفل الأحمر. جزرة مزولي لها القلب ديالها ومقطعينها بهذا الشكل. جوج دروس ديال الثومة، ملعقة ديال الملح، ملعقة ديال الزعتر، ملعقة ديال مركزة الطماطم عفوا او كونسونتري ديال مطيشة، مطيشة الحك، ملعقة صغيرة ديال البزار، ملعقة ديال الشاونية او البابريكا، وزوج معالق ديال الزيت البلدية غنضيفهم حتى التالي. المرحلة الاولى ديال التحضير ديال هاد الوصفة هذه هي بسيطة جدا. كنجيب الطنجرة ديالي، طنجرة الضغط او الاناء اللي كتستعملوا، كتوضعوا فيه الطماطم بهذا الشكل هذا بكل بساطة، كنضيفوا عليه الفلفل، كنضيفوا الجزر، كنضيفوا جوج ريوس ديال الثومة، ملعقة ديال معلقة ديال الملحة، كنضيفوا البزار والبابريكا او الشاونية او الفلفل الاحمر، كنضيفو كونسونطري ديال الطوماط و الزعتر والزيت، كنخليوه حتى التالي. غادي نضيفو كاس فقط ديال الماء، كاس واحد ديال الماء، وغادي نسدو على الطنجرة ديالنا ونخليوها كطيب حتى كتصفر، كنسبو 20 دقيقة ولا 25 دقيقة، وكنفتحو عليها كنشوفو واش طاب داك الشيء. من بعد غادي ندوزو باش نوري لكم العملية ديال الطحن، كنطحنوه وعاد كنضيفو جوج معلقات ديال الزيت البلدية، وكنضيفو بطبيعة الحال شوية ديال سنيدة باش كنزولو داك الجهد ديال الملوحة والحموضة ديال المطيشة. المطيشة غتطلق الماء ديالها، وهاد الكويس ديال الماء كافي جدا باش طيب لينا الصلصة ديالنا. من بعد ما كطيب قلت كنزولوها فوق البوطة وكنطحنوها، كنضيفو عليها زوج ديال المعلقات ديال الزيت البلدية ومعلقة صغيرة ديال سنيدة باش كنحيدو الحموضة او الجهد ديال الحموضة ديال المطيشة، وكتكون الصلصة ديالنا جاهزة للاستعمال سواء في البيتزا او في العجائن يعني ليبات او ما شابه. وملاحظة صغيرة، كاين اللي كيبغي يزيد فيها ورق الرند او ورق الغار او العصا ديال سيدنا موسى، انا كنفضل بلاش، ما كتعجبنيش لوغو ديالها في الصلصة، ولكن هي راه في المطاعم معتمدة وكيوضعوها، دونك غنزيدو واحد جوج وريقات حتى لثلاثة ديال ورق الرند. غادي نوضعها فوق البوطة طيب ونعاودو نتلاقاو. اذا حبيباتي، من بعد ما طاب الخليط ديالنا ديال الخضر ديال الطماطم والجزر الفلفل الاحمر والثومة والتوابل، كناخدو لالوج ديالنا وكنبداو نوضعو في الطراب الكهربائي. نوضعو في الطراب ديالنا بالطريقة هادي، نضربو على بركة الله. ضربناه كيما كتشوفو، غنردوه للطنجرة اللي كان فيها بهاد الشكل، وغادي نضيفو دوك جوج معلقات ديال الزيت البلدية هكا، واللي كيبغي اللون يكون مجهد يقدر يزيد ملعقة ديال الكونسونطري ديال لاطوماط، اللي بغى اللون يكون حمر بزاف يقدر ممكن انه يزيد. وغنزيد ديك المعلقه اللي قلت لكم ديال سنيده صغيره باش تزول ديك الحموضه اللي غادي تكون لينا في الخليط. ودابا غادي نردو على النار كيف ما كتشوفوا معايا هنايا، كنخلط مزيان الخليط ديال الصلصه ديالي
دزت عليه جوج معلقات ديال زيت البلديه، وجبت عليه ايضا معلقه ديال سنيده، وكنخليه حتى كيعقد فوق البوطه. اللي بغى يزيد ورق الرند كيقدر يزيدو، اللي ما بغاش بلاش، انا ما كنزيدوش. واللي بغى اللون يزيد يكون احمر اكثر، ممكن انه يزيد شويه البابريكا وشويه ديال ماتيشا كونسونطري. بالنسبه لي انا هذا اللون هذا كيعجبني، كنكتفي بهذه الدرجه ديال الاحمرار. غنخليها حتى تعقد فوق البوطه ونوري لكم الشكل ديالها النهائي. ما اخترت وعقدت لاصوص ديالي او الصلصه ديال البيتزا وديال لي بات، كنجيب واحد المعلقه ديال التوابل ديال البيتزا الا كنت باغا نستعملها في البيتزا، كيمشيو مع البيتزا وكيمشيو حتى مع العجائن. ملعقه صغيره كتباع عند العطار، كتباع حتى في الاسواق الكبرى. حتى التالي هذه عاد كنضيف هذه الملعقه، هذه كتعطي واحد المذاق واحد لوكو رائع في هذه الصلصه هذه. صافي، وكنقدموها على بركه الله. ها هو الشكل ديال صلصة البيتزا والمعجنات، كتجي بهاد الشكل هذا وبهاد القوام، كتجي رائعة جدا. كنستعملوها من اجل تحضير البيتزا ومن اجل تحضير ايضا لي بات. جربوها وغادي اكيد غادي يعجبكم المذاق ديالها. ممكن تحتفظوا بها مدة طويلة في المجمد، ما كيوقع لها والو، تديروها في بواطات مغليين معقمين وكتخليوها. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. الى عجبكم ما تنساوش الاشتراك في القناة بالضغط على زر مربع وتفعيل الجرس من اجل التوصل بجديد الفيديوهات، وترك لايك فضلا لا امرا. شكرا، والى فيديو قادم بحول الله.